بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ألوان من مدونة محترفي الحماية. في هذه الدورة إن شاء الله سنتعرف عن برنامج الفوتوشوب وكيفية التعامل معه. أولا نبدأ ببعض الأسئلة الشائعة عن برنامج الفوتوشوب. ما هو الفوتوشوب؟ الفوتوشوب هو برنامج خاص بعمل الرسوميات، وهو البرنامج الأول في العالم في هذا المجال من ناحية القوة وكثرة المستخدمين. لماذا الفوتوشوب؟ كما قلنا فالبرنامج معروف عالميا وهو الأكثر تداولا بين المصممين المحترفين. هل أجد صعوبة في تعلمه؟ تعلمه ليس صعبا، فواجهته سهلة وبسيطة، فقط يلزمك التركيز ومتابعة هذه الدورة وإن شاء الله تتمكن من البرنامج. ماذا يمكنني أن أفعل بالفوتوشوب؟ الفوتوشوب له مزايا عديدة. يمكنك أن تنشئ الصور وأن تصلح عيوبها وأن تصمم الشعارات، وأيضا الفوتوشوب يدعم تصدير وحفظ الصور للويب. هل هناك برنامج أفضل منه أو ينافسه؟ لا طبعا، فالبرنامج يمتاز بأدواته المتطورة. وفي دورتنا هذه سنتعرف إن شاء الله على كل أداة من أدوات الفوتوشوب. طبعا يلزمنا برنامج الفوتوشوب، سنعمل على الإصدار CS5. يمكنكم تحميله من هذا الرابط، رابط الموقع الرسمي، وهو برنامج غير مجاني، ويمكنكم أيضا تحميله من هذا الرابط بحجم 66 ميجا من رفع أخونا كريزيوس. وإلى هنا أتمنى أن تستفيدوا من هذه الدورة وأن أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.